أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. الآن تطرح فتن عقدية لا تعد ولا تحصى، إلغاء السنة منها، التأويل المنحرف للنصوص الثابتة منها، تميع الإسلام منها. الإسلام كيان واضح متمايز، صار الإسلام غاز يدخل بكل شيء، يقبل أي معصية، يقبل أي انحراف، يقبل أي تفلت، ويبقى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، حينما احتال أعداء الإسلام على الإسلام عن طريق الفتاوى، وعن طريق إلغاء السنة، وعن طريق التأويل الخاطئ المنحرف، فجروه من الداخل، فجروه من الداخل. أيها الإخوة الكرام، هم الطرف الآخر أن يبدل هذا الدين، أن يبقى دين فولكلور، دين إطار فني، دين تقاليد، دين عادات، دين يسمى تراثاً عند أعداء الدين. الآن من أتى عرافاً يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن مسعود: من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر. دول عديدة إسلامية تعتمد برامج تؤمن بالنجوم، أي برج أنت، يحدثونه عن مستقبله، كلام ما له أصل، كلام دجل بدجل، شعوذة، محطات إذاعية، فضائيات، في فضائيات تعتمد الدجل والسحر والشعوذة، وعليها إقبال شديد، يستغلون جهل العامة. اسمعوا الحديث: من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في حديث آخر: من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ولا دعاء أربعين ليلةً. برامج بالإذاعة وبالمجلات، وحظك هذا الأسبوع، وفضائيات متخصصة بهذا الموضوع، والناس يقبلون إقبال شديد. هذا برج الثور، وهذا برج العقرب، وهذا برج بيحسب له، أو في الآن دورات على الاسم، بياخذ اسمه واسم زوجته، بيقول لك ما في وفاق، لغى الدين كله، صار الوفاق الزوجي ما له علاقة بالاستقامة، ولا له علاقة بالعفة، له علاقة بحروف الاسم، والإنسان اسمه ما بيده، أبوه سمى به الاسم. دورات والمبالغ فلكية 5000 ليرة الدورة، حتى يتعلم علم يأخذ حروف الاسم مع حروف المخطوبة يدرسها، إلا ما في وفاق، ما في سعادة زوجية. وكلهم مثقفون، اختصاصيون، معهم شهادات عليا. والله في هبوط ثقافي أيها الإخوة، والله في جهل بالدين لا يعلمه إلا الله. عفواً، كما أن عالم الدين قد يكون أمياً إذا أعطي تخطيط قلب، ما يفهم منه شيء إطلاقاً. نقول: أنت يا عالم الدين، مع احترامنا الكبير، أنت أمي في فهم هذا التقرير، هذه تمهيد. وبالمقابل، وأنت أيها المثقف الكبير، لأنك لم تطلب العلم من علماء ربانيين، أنت أمي في الدين، لا تفقه شيئاً. أيها الإخوة، استمعوا إلى هذه القصة التي جرت مع الإمام علي رضي الله عنه. مسافر ابن عوف ابن الأحمر قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في 3 ساعات تمضين من النهار. قال علي: ولما؟
قال لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك أنت وأصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي آمرك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده، هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت علمت. قال: من صدقك بهذا كذب القرآن. إذا واحد صدقك بهذا لا تسر في هذه الساعة، فيها مشكلة كبيرة، سر بعد 3 ساعات. من صدقك بهذا فقد كذب القرآن. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعي علم ما ادعيت علمه، تزعم أنك تهدي إلى علم الساعة التي يصيب السوء من سافر فيها؟ قال: نعم. قال: من صدقك بهذا القول استغنى عن الله وعن صرف المكروه عنه، وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الأمر من دون الله ربه، لأنك أنت تزعم هدايته إلى الساعة التي ينجو بها من السوء من سافر فيها. فمن آمن بهذا القول لم آمن عليه أن يكون كما اتخذ دون الله نداً وضداً. اللهم لا طائر إلا طائرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، نكذبك ونخالفك ونسير في هذه الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إياكم وتعلم هذه النجوم إلا ما يهدي في ظلمات البر والبحر فإن المنجم كالكافر. والكافر في النار. ولئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولحرمناك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة التي نهاه عنها، فأتى أهل النهروان فانتصر عليهم، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها فظفرنا لقال قائل: سار في الساعة التي أمره بها المنجم، وألغي نصر الله عز وجل. ما كان لمحمدكم صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا بعده، ففتح الله لنا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلاد. أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي مما سواه. والله لولا أن هذه القضايا، قضايا الأسماء والأرقام وقضايا البروج، أنها منتشرة في 90% من المسلمين وحتى مثقفيهم، ما ذكرت هذا. في نكسة إيمانية كبيرة جداً، في تخلف عقدي عند المسلمين. أنا أدعو وأقول: اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين،
وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، انصر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها وفي كل مكان يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.